السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد بتاريخ 29 جانفي 2022. لقاءنا اليوم هو تكنولوجي بحت. نقوله تكنولوجي مش معناها مش نحكو كان تكنولوجيا، وإنما هو مزج بالبيداغوجيا، بما أننا سنتحدث عن الواقع المعزز والواقع الافتراضي. ما معنى ذلك وكيف يتم تطبيقه؟ مع المدربة المتألقة خبيرة الميكروسوفت للعام الثاني على التوالي الأستاذة أنس الذهبي، وينشط اللقاء الأستاذة سلوى الزريبي، وبطبيعة الحال لا ننسى جندية الخفاء سونيا السعيدي. فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد. شكرا سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد، أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم الناس كل، سعيدة بوجودي معكم اليوم. ملتقانا اليوم مش نحكيه على الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، وزيدا مش نحكيه شوية على الواقع المختلط. مش نبدأ اللقاء متاعنا بفيديو تقديمي قصير الثالثة الواقع المعزز المختلط، وسنركز فيما بعد على الواقع المعزز. في الحصة مش يكون القسم الأول من الحصة هو قسم تعريفي وتقديمي لمفهوم الواقع المعزز والافتراضي عموما، والنصف الثاني من الحصة هو جزء تطبيقي اللي احنا ديما في المجموعة بتاعنا تدريبات أونلاين نحرص انه المشاركين يخرجوا بحاجة عملية ينجموا يطبقوها على أرض الواقع في الميدان، في ميدان التربية والتعليم مع تلامذتنا. والتقنية اللي مش نتعلموها اليوم هي في نقولوا احنا في قمة التكنولوجيا، في آخر ما فما في التكنولوجيا، وفي مستقبل زادة التكنولوجيا القدام. باش نتقاسم معاكم الشاشة باش نوريكم فيديو أول. بعملية استبدال الصمام الأبهري لأحد المرضى تحت إشراف أخصائي على بعد 500 كيلومتر، وكما نرى الآن فهو يرتدي نظارات تمكن الأخصائية من رؤية الأشعة السينية في الوقت الفعلي ومراقبة العلامات الحيوية والموجات فوق الصوتية للقلب وغير ذلك، فبالتالي هما الاثنان يقومان بالعملية وكأنهما يتواجدان معا في نفس غرفة العمليات. يطلق على النظارات التي تم استخدامها بنظارات هالولينز 2، وهي نظارات تعمل بتقنية الواقع المعزز. فما هذه التقنية؟ وما هي فائدتها وتوقعاتها مستقبلا؟ هذا ما سنجيب عليه في حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا. الواقع المعزز باختصار هو إسقاط الأجسام الافتراضية في العالم الحقيقي، وهو عكس الواقع الافتراضي، لأن الواقع الافتراضي هو السفر لعالم آخر غير الحقيقي. أما الواقع المعزز فهو إحضار أجسام من ذلك العالم إلى العالم الذي نعيش فيه. فبالتالي عند استخدام تقنية الواقع المعزز ستظل ترى كل ما حولك ومن حولك، ولكن إضافة لذلك سترى أيضا كل ما أحضرته معك من أجسام افتراضية. ويمكن استخدام هذه التقنية عبر عدة أجهزة مثل الهواتف المحمولة، النظارات، والعدسات اللاصقة، وهي تقنية نراها كثيرا في أفلام الخيال العلمي، وقد لا يصدق البعض أنها متوفرة حاليا وتستعمل من قبل شركات تعمل في مجالات مختلفة من الصحة والتقنية والصناعة والتسويق وغيرها، وهي في تطور سريع وملحوظ، ومن المتوقع أنها ستقوم باستبدال الهواتف المحمولة وشاشات الحواسيب في المستقبل القريب، حيث تقوم شركات عديدة منها شركة أبل بتطوير أجهزة لاستخدام هذه التقنية وتوفيرها لعامة المستخدمين. فكيف نشأت فكرة الواقع المعزز وأين وصلت الآن؟ في عام 1974 قام أحد الباحثين في مجال الكمبيوتر بجامعة كونيتيكت ويدعى ميرون كروجر بتخصيص مختبر كامل للواقع الاصطناعي وسماه فيديو بليس،
وفيه تم استخدام تقنية العرض والكاميرا لإصدار الصور الظلية على الشاشة التي أحاطت بالمستخدمين لتوفير تجربة تفاعلية. وبما أن هذا المختبر يزعم أنه قد وفر أول تجربة واقع معزز في التاريخ، إلا أن مسمى الواقع المعزز لم يظهر إلا في بداية التسعينيات من القرن الماضي. وبعده بسنتين قام مختبر أبحاث أرمسترونغ بإنشاء ما يسمى بتركيبات افتراضية، والتي كانت من أولى أنظمة الدفاع التي تعمل بشكل كامل، حيث سمحت للعساكر بالتحكم وتوجيه الآلات عن بعد لأداء مهامهم. أما في عام 1998 تم استخدام الواقع المعزز في ملاعب كرة القدم الأمريكية، حيث تم عرض خطوط صفراء تعرض بيانات معينة خلال اللعب. ويمكن أن نرى تلك التقنية تستخدم اليوم في ألعاب أخرى مثل كرة القدم والسباحة وغيرها. وبعدها بسنة قامت ناسا باستخدام تقنية الواقع المعزز لتسهيل الملاحة والتعقب لرحلات مركباتها التجريبية، وذلك عن طريق عرض بيانات على شاشة كابتن المركبة. وبعد ذلك توالت المحاولات والأبحاث بهدف توظيف تلك التقنية في مجالات مختلفة. ففي عام 2009 قامت مجلة سكوير بنشر نسخة واقع معزز لها، تمكنك من رؤية وسماع صفحات المجلة تحدثك عند نسخ الرمز في غلافها، فيظهر في كاميرا الحاسوب المستخدم ممسكا بنسخته من المجلة والتي تتحرك المجسمات بداخلها، ويمكن للمستخدم تحريكها يمنة ويسرى وأعلى وأسفل. أما في عام 2014 قامت شركة فوكس واجن للسيارات بإصدار تطبيق هواتف يسمى مارتا، يمكن الميكانيكيين من إصلاح سيارات الشركة عن طريق عرض خطوات التصليح باستخدام تقنية الواقع المعزز. وهذا التوظيف للتقنية كان وما زال يمكن استعماله في صناعات أخرى كثيرة لتبسيط العمليات الميكانيكية. رأت العديد من الشركات إمكانيات هذه التقنية وقررت الدخول والاستثمار فيها، حيث قامت شركة جوجل بإصدار نظارات جوجل، وهي نظارات واقع معزز تم تصميمها لعامة المستخدمين. يتمكن المستخدم عبرها من استخدام برامج عديدة مثل الرسائل، خرائط جوجل، الإيميل، الواتساب، والأوامر الصوتية وغيرها. ومع أنها كانت النظارات الرائدة في المجال في وقتها، إلا أن عامة المستخدمين لم يكونوا مستعدين بعد لتلك النقلة، فقامت بعد ذلك شركة جوجل بتطوير نسخة للشركات وتسويقها لها في عام 2017 وإيقاف تسويقها لعامة المستخدمين. ويبدو أن تلك الخطوة كانت مباشرة بعد دخول شركة مايكروسوفت للمجال في عام 2016، حيث قامت بعرض نظارات هولولينز والتي يمكن أن نقول أنها عبارة عن حاسوب في نظارة يتم التحكم فيه عن طريق تحريك اليد أمام الكاميرا والتي تتواجد في النظارة، وهي تعمل بنظام ويندوز 10 وبها إمكانيات عالية جدا، مما كان السبب في ارتفاع سعرها وتخصيصها بشكل حصري للشركات. وتم إصدار النسخة الثانية لها في عام 2019 لتكون الأفضل حاليا في مجال الواقع المعزز، ويتم استخدامها في مختلف المجالات، وهي نفس النظارات التي استخدمها الدكتور علي أبو السيد خلال العملية التي تحدثنا عنها في بداية الفيديو. وبما أن مجال الواقع الافتراضي قد لاقى نجاحا كبيرا في هذه السنة وسابقتها، فسنرى تقنية الواقع المعزز يتم تطبيقها في عدة نظارات يتوقع أن يتم إصدارها السنة القادمة، مثل النسخة الثالثة للكويست، ونظارات أخرى يتوقع أن نراها قريبا مثل نظارات أبل. أما بالنسبة للهواتف النقالة ففيها برامج وألعاب عديدة تعمل بتقنية الواقع المعزز، مثل تطبيق إيكيا والذي يسمح لك بعرض منتجاتهم بداخل منزلك بنفس حجمها قبل شرائها وأنت في بيتك، ومثل لعبة بوكيمون جو والتي لاقت رواجا كبيرا حول العالم، وأيضا لعبة أنجري بيردز وغيرها الكثير. أيضا نجد هذه التقنية في برامج التواصل الاجتماعي مثل سناب شات وإنستغرام وغيرها. وأما بالنسبة للعدسات فهنالك شركة تدعى موجو فيجن تعمل على إصدار عدسات أعين تعمل بتقنية الواقع المعزز، والتي ستمكن المستخدمين من استخدامها كشاشات تسهل عليهم حياتهم اليومية وتعرض لهم بيانات ومعلومات بشكل سلس وسريع. وهي تعتبر العدسات الأولى من نوعها، وتقول الشركة أن التحكم بها سيكون عن طريق الأعين نفسها، ولكن لن نعرف ذلك إلا حين إصدارها في المستقبل القريب كما هو متوقع. ونحن نظن أن هذه التقنية سترتبط بشكل كبير بالشريحة العقلية التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، حيث نرى أن الشريحة العقلية ستمكن المستخدم من التحكم فيما سيراه في عدساته. وإن حدث ذلك بالفعل فعندها ربما سنقوم بالاستغناء عن كثير من الأجهزة من حولنا مثل الهاتف والتلفاز وربما الحاسوب، وقد نستغني حتى عن الصور واللوحات وكل ما يزين المنزل، وحتى عن الألعاب والأوراق الملموسة. فعندها كل ما نحتاجه سيكون بداخل دماغنا لنعيش بطريقة تقليدية بسيطة وحديثة في نفس الوقت، ويبدو أن هذا هو توجه التكنولوجيا اليوم.
ختاما لا تنسوا محمد، التفاعل مع شكرا الفيديو محمد، ونشره شكرا. لدعم محتوانا إن محمد أعجبكم، زال شوي. وأخبرونا في التعليقات ما رأيكم في هذه التقنية. شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى. بالفعل كما قال هو، احنا نحب نشوف التعليقات المشاركين. You should get Grammarly. شكرا سي محمد، يعطيك الصحة. نتصور الفيديو هذايا كان بالحق فيه المعلومات الكافية باش تتكون عنا فكرة على ما هو الواقع المعزز. يقعد نحب نفسره اش معناتها الواقع وش معناتها الواقع المختل باختصار، خاطر موضوع الحصة بالأساس هو عن الواقع المعزز اللي مريته، اللي هو يتطلب أنه نشوفه الجسم الافتراضي موجود في الواقع، يعني نلمسوه في الواقع. بالنسبة للواقع الافتراضي كيف هو اسمه معناتها يقول عليه، اللي تدخل في عام 100% لدرجة اللي أنت تنسى العالم اللي انت فيه، يعني عبارة كما الأفلام اللي نشوفوهم يقولك تسافر للمستقبل وإلا ترجع للماضي، يعني تدخل في موند آخر غير الموند بتاعك عن طريق النظارات VR هذوكم Virtual Reality. بالنسبة للواقع المختلط هو واقع يخلط ما بين الواقع المعزز والافتراضي، يعني بما يعني انه الواقع الافتراضي نوليو نجمو نتعاملوا معاه في الواقع، يعني في الدنيا الارسام تكون نجمو نتفاعلوا معاها بطريقه مباشره. البرنامج اللي مش نشوفوه اليوم تطبيق للواقع المعزز والواقع الافتراضي هو Co-Spaces EDU. وقبل ما نشوفه Co-Spaces EDU مش نوري شوية تطبيقات في شكل فيديوهات من غير صوت، هي صور فقط، باش تعرفوا شنو نجمو نعملو بال Co-Space. هذا استعمال ما يسمى الماجيك كيوب أو المكعب السحري، كما تشوفوا هذا على المكتب نتاعي، تشوفوا فيها الشمس أو الكوكب عديش البرتاج يا أون. عم تعديش البرتاج في بيدي عملت توا تعدى ولا لا؟ عاود فما برتاج ولا لا؟ مزال يا أون. آه طيب توا زلا من أنت تعدى البرتاج. تعدى البرتاج تعدى صح. آه بي أوكي اوكي ميرسي. فوالا دونك هذا هو التطبيق. هذه هي باستعمال الميرج كيوب كما قلنا، اللي هو المكعب السحري. بعد شويه تشوفوا كيف تبعد شويه صوره الشمس. هذه كما تراو هي صوره افتراضيه موجوده على الواقع نتاعي الحقيقي، يعني على المكتب نتاعي. شوفوا فيها الانيماسيون هذيك خدمتها. فوالا لهنا تنجم تتفاعل مع الاجسام الافتراضيه في الواقع الحقيقي. يعني هذه نجمو بالتقنية هذه مثلا في محور شفتوه الميرج كيوب، هذاك هو في محور مثلا نقولوا احنا الكواكب والحركة نتاعهم في الفضاء، ينجم يكون طريقة مزيانة برشا باش نقدموها ونفسروها. مثال آخر، هذا مثال موجود في الابليكاسيون كوسبيس كمثال للميرج كيوب. شوفوا لهنا فما شخصيات وفما معلومات وإشارات مكتوبة على كيما الديزافيش، يعني لا بالطبيعة على هنا أنا قاعدة نستعمل في الهاتف بتاعي، والكاميرا متاع الهاتف نوجهها للمكعب السحري الميرج كيوب باش نجم نشوف المحتوى متاع المثال هذايا. نشوفه مثال واحد آخر، شوفوا لهنا يعني تقديم للطبيعة لشتى أنواعها، الصحراء والمناطق
بيت والبحر مغادي، فما كيني أكواريوم يعني أجسام تسبح في وسطه، ينجم يكون هذايا محور درس ما نعرفش يخص الطبيعة ولا الحيوانات. شوفوا الانيماسيون، شوفوا النسر، نشوفوا فيه تقولش عليه معناتها جسم قاعد يحوس في الغرفة، هو الحقيقة ما نجم نشوفوه إلا عن طريق المكعب السحري وعن طريق التطبيقة اللي احنا كنا نحكيه عليها، فيديوهات اللي صورتهم. شنو تتصوروا تنجموا تعملوا بال augmented reality؟ دونك تدخلوا على menti.com، مش نكتب لكم في الشات، تدخلوا على menti.com وفي نفس الوقت وتحاولوا تشاركونا أفكاركم بالكود. في الكود تعطيه الكود هذي، تدخلوا على menti.com وتكتبوا الكود، قولوا لنا شنو ما الأفكار ولا الحاجات اللي نجم نخدموها بالواقع المعزز. وفي الأثناء مدام أنتم تحاولوا تجمعوا أفكاركم، أنا مش نزيد وريكم أمثلة أخرين. هذه بما يسمى 360 degree image، يعني صورة ب 360 درجة. تشوفوها لهنا بالطبيعة، هذه يقع التقاطها بكاميرا خاصة. هذوما صور نجم نلقاهم في الانترنت ونجم نوصفوهم باش نحطوا فيهم الشخصيات اللي نحبوا عليهم. هنا مثال بسيط ما حطيتش حاجة كبيرة فيه، جوست لهنا عملت معناتها عليان ما بين دو دسان. نجم نعملوا زوز صور مثلا، نكون في اسباس معين نمشي في اسباس اخر بطبيعة باستعمال الكود. تنشوفوا مثال من بعد، نشوفوا لهنا كليكي كيما هكا يهزني لبلاصة اخر. يعني نجم نكون مثلا في غرفة نمشي لغرفة اخرى، نكون في قاعة عرض نمشي لقاعة عرض اخرى، نكون في قسم نمشي لقسم اخر، على حسب معناتها الموضوع اللي انت تكون نجم نخدم عليه. دونك هذه ثاني مثال من الحاجات اللي نجم نخدموها على الكود سبيسز اي دي. الكود لحظة بركة، أعطيكم الكود نتاع المانتيميتر. السؤال هو أفكار عملية، يعني مثلا هذا الكود نتاع المانتيميتر كيما مثلا نعم تسمع فيا مثلا معلم صوتي واضح سلوى؟ أي واضح واضح صوتك، يعني معلم العلوم باش يوظف ال فوالا في حاجة معينة مثلا كيما في الأسترونومية شفتوا مثل نتاع الكواكب فوالا القلب القلب خاصة سنة أي اللي سنة رابعة الجهاز الهضمي نتاع الحيوان، ينجموا يدخلوا للأمعاء للمعدة للأمعاء الدقيقة، يعني ينجموا بالتطبيقة هذه يعني يدخلوا في جسم الإنسان والحيوان بالنسبة لتاريخ والجغرافيا. كيف زاد جغرافيا تاريخ، يدخلوا المتاحف في جغرافيا يشوفوا الكواكب موقع بتاع المدن والبلدان. ماذا بينا المشكات تفتحها مثلا سلوى نسجلوهم في المانتيميتر باش نجمو نسموهم من بعد على صفحة باش كمخرج المخرجات الحصة بالطبيعة. بي مدام منيرة مرحبا بك. لا ما زلنا ما بدينا الكود مدام هو ياما هاكا في الشات، عاش كان باين ها باش نزيد نبارطاجي الاكران باش تزيد تشوفوا. مدام منيرة ما فوتناكش برشا، احنا كنا في فوالا كنا في جزء تقديمي للحصة، ما زلنا ما بديناش في الجزء التطبيقي، ما فاتتكش حاجة كبيرة ياسر. كيفاش سلوى؟ كي يجيك اونتري ان اوتر مو، يعني تحط في وحده بركه ولا ما نعرفش يعني. اي تنجم تكتب تنجم تكتب اقتراحات ولا تنجم تعاود تشارك مره اخرى.
أنا مشاركة برك على المنتيمتر حتى التو. مرحبا يا مدى، يعطيك صحة على الاهتمام. مش نحاول نتقاسم معكم شاشة الهاتف، إن شاء الله الكونيكسيون ما تخذلنيش مرة أخرى. مش نخطر خاطر هنا مش نوريكم مثال آخر لتطبيق كوسبيس، أما الصوت هنا مهم على الأخر خاطر الجمالية في الحكاية الكل هي مخدومة على على الغنيات التونسية. البرتج متعدية لديسة تعدى البرتج تعدي أنس خيب يقعد كان الصوت إن شاء الله ما يخليهش بينا. تسمعوا في صوت؟ لا ما فماش صوت يا أنس. مازال ما تعديش شارجمون تشوفوا ايه. فيها انتوما؟ اي اما مازال ما تعديتش معناها. اي مساش نستناها شوية. في الأثناء ماذا بيا تعمروا لي المنتيميتر، تكتبوا منتي.com وتحطوا الكود هدايا على أساس أنه تشاركونا أفكاركم فيما يخص تطبيق الواقع المعزز في القسم مع تلمذتكم في برامجكم الرسمية. شنو مثلاً الأمثلة اللي تتصور روحك أنك تنجم تعملها مع تلمذتك؟ صوت واضح سلوى؟ تسمع غناية؟ تسمع في غناية؟ أما لا لا صوت كنتي واضح أما الواحد ما فهمنيش. الغناية مش مسموعة؟ مش مسموع الأغنية. لا 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 مش مشكل، مش مشكل، جست شوفوا المثال هكا هو مش مشكل. تنعطيكم الرابط كان هكا تدخلوا اي تدخلوا تشوفوا المثال هذايا تتفرجوا فيه حتى من بعد مثلش. دونك هذه تقديم التونيزيان سونغز الاغاني التونسيه. وفي الحاله هذه مش نحي البرتاج بالتليفون هذا زيت ونرجع للأورجيناتور أوضح خاطر. هنا اوكي تعليم نشيط واقع معزز افتراضي به الانترنت. الحق الانترنت عملت حال اليوم مش مستانسة. الإكران واضح متاع الأورديناتور؟ واضح أما فما حتى شيء أنس. باز أنكور مازال ما وصلش كم الفوق. باهي نستنى نسأل شيء. فما بارتاج لكن مازالت التصويرة مش ظاهرة فما حتى شيء ظاهر. فهمتك فهمتك واضح. وتوا بقي شيء انا باش نستعنى على التليفون باش نحسن في الكاليتي نتاع الكونيكسيون خاطر لهنا زوز ياكلو دونك فوالا باش نقص شويه. مفروض هذه تكون الصوره اللي باش تشوفوها باش نعطيكم وصلت مازالي أنس. باش نعطيكم الرابط نتاع الكوسبيس هذايا اللي حبيتكم تشوفوه. مازال فما شيء
بخير بشريك عزي ملا نخرج ونرجع خير ما تعديتش من دول تم حاجة؟ خيري مزيني هم شيء Okay. نرجع للمانسيميتر القسم في مادة الجغرافيا هذا تواصل شفاهي وإنتاج هذا من المشاركات متاعكم نعود نتقاسم الشاشة مرة أخرى على أمل أنه تظهر حاجة باقي الشاية ما فيش صوت الصوت ما صورة ولا فما صورة فما أما صورة موجودة صورة به أوكي لا مسج خلينا في لا مسج دونك كيما قلت لكم المثال هذايا هو مثال يحكي على تونيزيان سونغز دونك جيت باش نوريكم الفكرة كيفاش يعني هنا كيما تشوفوا الانيماسيون هي على أساس إني فما أغنية تونسية قاعدة تتبث توا وفي كل واجهة عندك أغنية مختلفة بأنيماسيون خاصة دونك هنا الفيديو شوفوا اليد هنا كيفاش تحولت يد على أساس إنه الفيديو يبدأ الكليب يخدم لهنا دونك هنا عبارة على المجال هذايا هو مجال الأغنية أغنية لطفي بوشناق كيف نمشي الفضاء آخر نلقاه أغنية صابر الباعي تم الفيديو أعطيتكم الرابط في الشات تنجموا تحلوها عندكم تشوفوها الانيماسيون تسمعوها بالصوت فلا. وهذه أغنية أخرى الحقيقة المثال هذا يعجب الأجانب برشا خاطر يمثل البلاد التونسية يعرف بالبلاد التونسية يعني هذه تحت الياسمينة بنديل والكليب متاعها دونك احنا باش نحاولوا توا نشوف كيفاش نجم نصنع يعني فكرة كيما هكا ونجم بعد بالطبيعة ان ندمجها والا نخليها موجوده في الواقع الحقيقي مع التقنيه نتاع انه استعمال الميرج كيوب هو المكعب السحري هذيك تقنيه من التقنيات وفما تقنيه اخرى تتطلب هواتف جواله خاصه فيها تقنيه الاي ار انه ريدو المجسم هذايا الكل هذا الكل نجم نولي نقولوا بروجيكسيون على البيرو يعني تنجم تشوفوا عباره موجود بحذك يعني تنجم انت الصور هذه كلها والاصوات والدنيا كل عن طريق هاتف جوال معناتها نوعيه معينه بالطبيعه مش الهواتف الكل اللي تبدا فيهم تقنيه الاي ار تنجم تشوفها التطبيقه هذه البريزنتاسيون هذه والا استعمال نظارات الفي ار اللي تخليك تدخل في العالم هذايا عباره انك جزء منه مش هو جزء من نتاعك وكذوما هما ثلاثه حاجات نجموا نصنعوهم ب كوست بيسز هذا تقديم بسيط لبعض الانشطه مش نعطيكم رابط كوست بيس بلاتفورم اللي عنده توا ينجم يدخل معاه ولو نخبر انه تبعوا معايا خير خاطر ما نجمش تخبع اون ميم طون سي با ايفيدون ماذا بيا كان تركبوا معايا خير
كيفاش باش نجمو تستعملوا الادوات مثل الادوات في كوسبيس. بالطبيعة هذه الصفحة الرئيسية الكوسبيس ايديو. سلوى ربي صوتي واضح والصورة واضحة؟ صوتك واضح اما خاطر باش نبدأ في التفسير. اي صوتك واضح. كيفاش الصورة؟ الصورة حاجتي بالصورة ما الصورة الصورة قعدت هذيك متاع الكليب التونسي. بيه ما البرتاج عملته متاع الاكران زعما نعاود وتوا تنحت التصويره عاودت البرتاج انا تو اي سبا واضحه مش برتاج ما فماش حاجه نستنى شوية نستنى شوية باش نحاول ما نحيش البرتاج لما نكمل خطرة بارامول المشكل غادي يعني في بداية البرتاج. ما زلت الصورة ما ظهرتش. اي مدام هي نستنى شوية. اي استنوا شويه على هيك مانيش باش نبدا التفسير الا ما تظهر الصوره باش نتفقد المالتيميتر اونتر طون. خليني نشوف ابداعاتكم وافكاركم. تعليم الرياضيات يقع تطبيق الواقع المعزز في التقنيه العلوم تعرف على انواع النباتات. طلع هذا هو معناها نحب معناتها نقترحه أفكار واضحة محددة يعني مش جاهل كامل. هي كما ريتوا في الفيديو التقديمي الأول مش نبرتاجي الليان تاع الفيديو التقديمي الأول للناس اللي ما كانت المهوين تشوفوا خاطر ما حضرتش معنا من الأول مش نشوف الفيديو ما تحب. كما ريتوا في الفيديو الأول إنه الواقع المعزز ينجم يقع استعماله تطبيق استثماره في المجالات الحياة الكل فعالة وطريقة معها خارقة للعادة. يعني كيما ريتوا في آخر الفيديو إنه في النهاية يتوقعوا إن مش نستغناو على الهواتف الجوالة والتلفاز والآلات الكل مش نطروا على الذكاء البشري في الآخر يعني الواقع. عفوا مدام منيرة صورة ولا مازال؟ مازلت مش متحلتش صورة ما لازمني نعمل بارتاج من جديد. أنا شوية أنس ظهر حكاية كونيكسيون راه إن شاء الله زملائنا برك بيتعبوش معانا اليوم. الحقيقة التطبيقة والحاجات اللي بالحق نجم نخدموها بها تستاهل إنه الواحد يركز لها ويخدم لها يعني. أنا تغرمت بها برشا برشا تمت زيادة. شكرا مدام منيرة. باش نعاود البارتاج نجمش نقول نستنى وكهو سي بون مزيان لي اونس
مدام هوية مش تكتب ثلاثة اقتراحات أي طريقة أي حول إمكانية تطبيق الواقع المعزز في القسم مع تلينفا في محور محددة يعني عناوين محددة. هذا باش يعاونكم انكم في المرحله التطبيقيه من بعد بصفه مباشره مش تلقى روحك الفكره اللي انت توا استوحيتها يعني من الاجتماع انك تنفذها بصفه مباشره. الحقيقه كيف تحدد فكره معينه وتخدم عليها تتعلم، يعني اذا كان مش تحاول تتعلم هكاك في المهموت وكهوا سي با براتيك بالكل. كيف تاخذ فكره محدده وتحدد الابعاد نتاعها والهدف نتاعها بالضبط تلقى روحك انجاجي وتلقى روحك تلوج على حاجات معينه وتتعلم، معناها من فكره لفكره تتعلم كل شيء. يعني مهم ياسر انك تحاولوا توا تركزوا افكاركم حسب تقديرك انت كي هو عالم افتراضي مش نستدعيوه في العالم في الواقع تاعنا، شنو هي الفكره والا الدرس ولا الجزء من الدرس ولا الجزء من المحور اللي انت تخدم عليه، تنجم تستثمر التقنيه هذه في تستثمرها في قسمك. يعني حاول تستحضروا الافكار. الباقي البرتاج مدام سلوى برشا طالع هكا. مدام أنس ناسي محمد تفضل. جي تي لي شارجي سي كو فوز افي انفوي مانتنو مي الصوت ما خرج مش عارف علاش. لا هو راهو وصل لعندي الصوت. تحبي نبارطاجي الصوت يمشي ويقص بارتاجي. اونس موست بارطاجي هو عندي سافار الكونيكسيون ما نعرفش تما حاجه ماشي صوت مرات يمشي ومرات لا. في البداية ما يمشيش بعد يمشي مورا هم بار مشكك هم بار مشكك هم بار مشكك هم بار مشكك هم صوتي لا كمل أقرب شوية بالسوري أقرب بالسوري نجم ولا تي محمد نجم تدور اللسان من برا ولا دورها دورها وانتي على فيديو اخرى ايوه بالضبط يعطيك الصحة سي محمد. نجم تعمل زوم هنا بالرولر بتاع السوري. وي جي نستعمل ديريك. تقرب للسان. وي نستعمل ديريك. بعد السوري. فوالا اوكي تيك صحه ميرسي جست مش نجرب البختار سي محمد لو تسمح خلينا نقدمه نعمل عجز نخرج نتعرف في القسم العلوم ايقاف أنواع المناخات أكيد خاصة المناخات فيزيولوجي جسم الإنسان والحيوان. أوكي مرسي سي محمد خذ البرتاج عندك إن شاء الله ربي يهديها الكونيكسيون ترى شوفوا برتاج
سيفتي أونس. استنى شوية يا أونس، راي مشكلة في الإنترنت، هي عاملة حالة. مش مستنسة أنا الحقيقة، مش مستنسة الإنترنت تعمل لي هكا الحقيقة. بدأت تظهر يا أونس. آه تري بيان. كيف تظهر قولوا لي؟ جيومتري دون لسباس. بي هيل. تواصل شفاهي وإنتاج. ستار. لستار هوي. نجم. أكيد. ريتي أنس البرتاج واصل لكن فلو الكتيبة اللي فيه، فهمتني؟ لا مش عنا في الترافيك سبيس واضح هذا؟ أي واضح. أي كمان الليميتر هذاك مش مشكلة. تخبيا بيه ما احنا توا واضحة. واضح أكيد. واضح يا أنس. مش ما نحبش نعود نقص. شكرا شكرا ما تنسى الوقت. به هذا الانترفاس نتاع كوسبيسز اي دي يو بطبيعه لهنا اول حاجه مش تعملها، مش تعمل ريجستر، مش تعمل كونت. هي الكوسبيس اي دي يو هي ماهيش غراتويت لحالها، اما تعطيك اون بيريود دي سي نجم تجرب فيها، تجرب فيها لي زوتي الكل مي دو فاسون معناتها ليميتي شوي. مش هوريكم كيفاش باش تعملوا، مين من بعد مش نرجعوا نخدموا معناتها بالكونت. مش قولكم من بعد معناها كلاس وأستاذ وتلميذ يعني. مدام منيرة اليوم خطر كورة لغالب تزامنة الحصة متاعنا مع الكورة. أكيد مدام منيرة وي نغلب، ما حسبنا لهش حساب الكورة، لازمك تحسب برشا حسابات خاصة هي معناتها يتفرجوا عليها على الانترنت. هنا دخلني ديريكتومون للكوم باش نعمل دي كونيكسيون باش ما يرجعنيش. فوالا دونك انت كي تدخل أول مرة باش تعمل لوج إن ولا ريجستر. اول حاجه مش يطلبك مش تدخل ان طونك اليف والا ان طونك انسيون. بطبيعه انت مش تعمل كونت انسيون هذا اكيد، مي احنا اليوم رانا مش نخدموا بالكونت اليف، مش نوريكم بعد شويه كيفاش كيف تمشي للكونت انسيون. بطبيعه لهنا شي يقول لك هنا مش يسالك بعض الاسئله ومش يعطيك بطبيعه شنو تنجم تعمل به الكونت هذا. باه نرجعوا لهنا حبيبيك. باش نشوفوا لهنا اور برايسينغ يعني لي بلان اوفير بار كوسبيس. يعني لهنا فور فري، هنا هذه هي البيزك الفور فري، الاخر كله بايون بالطبيعة. فور فري عندك لهنا يو كان انفايت اب تو 29 ستودنتس، كريت اب تو 2 كوسبيسز، كريت 1 كلاس، كريت 1 اساينمنت، ابلود اب تو 10 اكسترنال فايلز كود وذ بيزك كود كوبلوكس. دونك هنا هذوما هما الحاجات الفري اللي يعطيهم لك دوران اون بيريود دو ان موا كاهو، يعطيك الفرصه انك تنجم تستدعي 29 تلميذ باش تصنع دو كوسبيس. كي نقول كوسبيس كيما ريتو بكري وريتكم مثال مثلا نتاع الشمس نتاع الكواكب ومثال الاخر نتاع الصوره 360 درجه، هذاك يتسمى كوسبيس وهذاك يتسمى كوسبيس. create one class نجم تصنع قسم تستدعى فيه تلامذتك الكل. create one assignment يعني تصنع لهم تمرين، تستدعيهم التمرين واحد بركة. upload up to 10 external files يعني لهنا شوفوا بعد فما features فما objects تابعين code spaces مش نستعملوهم معناتها في الاكزامبل اللي باش نخدموه اليوم، وفما حاجات external يعني نجم نجيبو MP3 نجمو نجيبو فيديو نجمو نجيبو تصور بيرسوناليزي والا من الانترنت نزيدوهم للانيماسيون نتاعنا. وبالطبيعه في البارتي كودينغ فما بليزيور مود دو كود هو في كوسبيس،
تكستويل وان بلوك اللي في البيزك والفري الكود بلوكس. ان توكا احنا كانسيون ماذا بينا نستعمل كود بلوكس خاطر سي بلو براتيك اي سي بلو فاسيل ا يوتيليزي. كما قلت لكم انا مش نمشي في الفري, مش باش نمشي في هذايا, باش نستدعاكم للقسم, باش نصنع قسم سبيسيالمون للحصه هذه, باش نستدعاكم ان طونك ايليف في القسم هذايا, باش نحاولوا نصنعوا مع بعضنا ان اسباس, يعني باش نعمل من الاول اون بارتي ديمونستراسيون, ومن بعد اللي قدام ان بي سي ونجم يدخل حتى باش يزيد حتى بيرسوناج واحد, تكون حاجه مزيانه برشا انه يصير التفاعل بصفه مباشره ديريكتومون في الحصه باش نشوفوا كومون سا سوفي. باش ندخل بالكونت نتاعي ساعه ماذا بي اذا كان فما صوت مش واضح ولا فما اي حاجه قولوا لي. شكرا مدام هيام الله يخليك. هذا مثلا نعطيكم مثال, هذا قسم من الاقسام. وي سلوى صوتك واضح, الصوت واضح وصوره شكرا شكرا. هذا قسم كنت صنعته لتلامتي واستدعيت فيه تلامتي. هذا تمرين مش نخدموا معهم تابع البرنامج نتاعنا. هذوما لي زيلاف اللي دخلوا في القسم, يعني جوست هذا مثال حبيت نوريه لكم. دونك بالطبيعه احنا توا مش نصنعوا اون نوفيل كلاس مع بعضنا, وبالطبيعه قبل ما نصنعوا الكلاس نحب نوريكم الانترفاس هذه كلها شنو اللي فيها. عندك لهنا جاليري تنجم تدخل هنا تكتشف دي كوسبيس حاضرين كما اللي كنت سامحني مدام فيهم بكري. دونك ندخل توا كإليف ولا كأنسانيون؟ توا لحظه بركه حتى نعطيك الكود الف. اي ما تدخلش توا كانسينيون خاطر مش تضيع وقت في الانسكريبسيون والكل, اعمل على راحتك هذيك من بعد بيه. يكون خير هناك. مش نختار انكو سبيس ولا انه هو يتطلب عايشه كما ده. شكرا مرحبا. دونك هو يتطلب الشارجمون دي تول لي جي يوتيليزي لو كود لي ايماج لي اريير بلان لي انيماسيون لي موجودين. دونك تشوفوا لهنا ان بورسنتاج قاعد يشارجي في الكونتينو نتاع الكوسبيس كله. نستناوه شويه. دونك هنا انا في الكوسبيسز نجم ندخل للجاليري باش ناخذ فكره شنو نجم نعمل كمثال. بالطبيعه على حسب البزوا على حسب الاختصاص. اذا كان بالطبيعه انت معلم لغه فرنسيه ولا لغه عربيه ولا علوم ولا أستاذ رياضيات ولا أي اختصاص ولا أستاذ إعلامية, بطبيعة التركيز متاعك مش يكون مختلف على حسب الاستعمال متاعك العادي في القسم ولا حسب أنت اهتماماتك. لما حال المثال اللي شفتوه متاع الأغنية التونسية هو ينضوي في مشروع كنت بديته مع تلامتي يحكي على الكالتشر اكسشينج, يعني مش نعمل تبادل ثقافات مع بلد اجنبي. وعلى هيك حضرت الكوسبيس هذا كمثال ينقدم به الاغنيه التونسيه, يعني جزء من الثقافه التونسيه. يعني التوظيف مهم على الاخر باش الفكره تتجسم وتتحدد والاختيارات نتاعك توضح, يعني باش تشكلتك الفكره هذيك المنطلق كان بروجي كامل. كيما تشوفوا اي بروجي تحلو يعطيك لهنا لا بوسيبيليتي دو بارتاجي, نجم تعمل جيم. فما دي بروجي يحط لك ريميكسي, اش معناتها ريميكسي؟ يعني البروجي هذايا تحطه في ليكو سبيس اللي عندك, تحطه في يولي بروجي parmi les projets نتاعك انت. يعني تنجم تدخل في وسط البروجي هذايا وتحط فيه اللمسه نتاعك. اذا كان عجبك الديزاين مثلا هو مخدوم بالانجلي وانت حاجتك بيه بالعربيه ولا بالفرنسيه, نجم تدخل وتغير حاجات وتخليه كيف ما هو ولا تزيد عليه. يعني هنا نجمو حتى انا ما نكونش نعرف حاجه كبيره من عن طريق الامثله اللي موجوده في الجاليري نجم نتعلم برشا حاجات. باش نجم نخدم الاكزامبل هذايا مش نعمل اكزيكوتي كيما كنت تشوفوا بكري المثال اللي وريته لكم مع الاغنيه التونسيه. هذه ان اسباس يوريكم هنا ويلكم تو ماي لونج هاوس بليز اكسبلور انسايد اند اوتسايد. دونك هنا يعطيك لا بوسيبيليتي باش انا تو نستعمل الكلافي باش ندخل. فوالا
شوفوا لهنا family native American يحكي عن native American لهنا. كما تشوفوا لهنا عندي دو سين بون ماهوش يعطيني في حتى توجيه باش نتحرك لبلاصه اخرى, هو تقديم هكا بسيط. باش نمشي للسين الثانيه باش نلقى معناتها تابع الفكره اللي هو يحب يقدمها. ابارامون اسلحه ولا شنو هذوما نتاعهم تاع نيتيف امريكان. فوالا بالطبيعه نجم في الغشاش في الجالوري يكون الغشاش نتاعي سبيسيفيك, نختار معناها فكره, نختار دومين, نختار حاجه كيما تراو هنا ساينس سوشيالز لانجويج ليتريتشر, هنا ميك سبيس اند ارتس لانجويج اللي شفناها ساينس اند بروغراميشن. دونك تشوف لهنا لهنا حسب الدومين. بالنسبه للمنيو اللي عندي, عندي لهنا لي كلاس, عندي لي كو سبيس يعني الحاجات اللي انا صنعتهم ينجموا يكونوا مع بعضهم محطوطين كيما هكا, والا نعمل ريبارتيسيون بار دوسي كيما نعمل ريبارتيسيون العاديه عندي في البي سي نتاعي. اوكي اوكي باش نصنع ان كو سبيس خاص بيا باش نكليكي لهنا ديريكتومون. شو باش يعطيني؟ باش يعطيني لي تخوا بوسيبيليتي اللي كنت قدمتهم اللول. احنا شنو قلنا نجمو نخدمو في كو سبيس, نجمو نخدمو ان انفيرونمون ان 3D يعني ان اسباس ان 3D يعطيك هو لهنا دي بروتوتيب نجمو نقولو دي موديل نجم تستعملهم. كيما تشوفوا لهنا المالتي ديوراما هذايا اللي استعملته هنا في الاغنيه التونسيه هو اسباس حاضر ولا شكل حاضر نجم تستعمله وتديد عليه يعني الديكور ولا لي بيرسوناج اللي حاجتك بيهم ولا كيما هذا ولا الاسباس هذايا يعني تختار. اما في الاخر هو سي انفيرونمون اون 3D. المثال الثاني اللي نجمو نصنعوه هي 360 ايمج هنا ديجري كيف كيف يعطيك سين فارغه وانت باش تحط تصويره ديريش بالانترنت ولا بالكاميرا اللي تنجم تصور لك تصويره 360 درجه تعمل الامبورتاسيون. تشوفوا كيفاش نعملوا الامبورتاسيون من بعد. الميرج كيوب كيف يعطيك امتي ميرج كيوب يعطيك كوفيد اللي كنت وريت لكم بكري والا لي بلانيت كيما تشوفوا لهنا لي بلانيت نجم تختار الارث نجم تختار السان مون ومن بعد تولي تزيد عليه تنجو نكتشفوا من بعد كي نجيو نخدموا السان نتاعنا. كيما قلت لكم انا بريفير الاكزامبل اللي باش نخدموا ديريكتومون باش ما نضيعش وقت نخدموه مع بعضنا في اطار قسم باش يولي لك عندك الفرصه انك من بعد حتى بعد الحصه تدخل على التمرين هذاك ونجم تزيد فيه اللمسه نتاعك. وان شاء الله نتقاسموا الاضافات اللي انتم مش تعملوهم على الكوسبيس هذايا في الصفحه نتاعنا ولا في الجروب نتاعنا تدريبات اونلاين. دونك انا باش نصنع قسم جديد باش نسميه تدريبات اونلاين. هذا هو القسم. اوكي بالطبيعة انا مازلت ما صنعتش حتى اكزرسيس, مازلت ما زدتش حتى تلميذ. بالطبيعة مش نعمل الاكزرسيس الاول اللي هو كريان اكزرسيس, مش نعمل مش نسميه my first co space. الصورة يعني واقفة واقفة وينه؟ تدريبات نكتب التدريبات. اها نستنى شوية معناها. توا عندي الإكران تاع نوفيل إكزارسيس خلطته سي بون؟ اي وصلت. طيب دونك احنا وين؟ احنا في قسم تدريبات اونلاين. نجم نبدل القسم اذا كنحب لهنا في المرحله هذه. نجم نختار ان تيب دو سين معين والا جو بو ليسي لي ليف شوازير. يعني لهنا نجم نجامبوز لزيليف نتاعي ان انفيرونمون 3D يخدموا ولا 360 ايماج 360 درجه
ولا مالج كيوب ولا لسي ليليف شوزي. انا جو فيو لسي لو شوا ليكم نتوما اعملوا اللي تحبوا. اوتوريزي لي زيليف اي يوتيليزي دي موديل اوسي كان تحب تستعمل موديل بالطبيعه مع لي زيليف. ماذا بينا نبداو نخدموا دو فاسون ستركتوري باش ما يدوروهاش يلعبوا الكل. هنا مش نكتب اسم الكوسبيس يعني اسم الاكزرسيس شنو انا سميته ماي فيرست كوسبيس. دونك لهنا قريتوا البوطون مازال غريزي مازال ماهوش اكتيف على خاطر لازمني لهنا نعطي دي كونسيني الاكزرسيس لازمني نعطي دي انستركسيون معينين باش لي بارتيسيبون يعرفوا بالضبط شنو هو اللي مطلوب سورتو اللي يلتحقوا من بعد اترافير لو كود باش نشوفوا من بعد كيفاش. دونك لي كونسيني مثلا نجم نحطوا بروبوزي de votre choix. Je vais vous laisser la liberté. Tabkom tabdou, amlo li tabou ali. D'accord. Donc je vais continuer. De tbi al hna. Avec qui souhaites-tu le partager? Yelendra l'exercice. Je t'attire de façon individuelle. Le col telmi. Ou elle me t'assigne un groupe d'élèves. D'accord. Donc idea à la حسب انت كيفاش نجم. Je m'en attends. Maintenant je me connais tamrin individuel. Col telmi. Je suis trop. Yخدم واحدو. والا المجموعه مثلين باش يخدموا على نفس الموديل. دونك هنا على حسب الاختيار. داكور كي نقول جروب ديليف اوتوماتيكمون مش يطلبني في لي زيليف اللي موجودين. انا مازلت ما عملتش دي زيليف دونك مانيش باش نجم نختار الاختيار هذايا توا باش نختار ايليف انديفيديوال. هذا هو ماي فيرست سبيس. باهي توا نتوما مش تحاولوا تلتحقوا. كيفاش مش تلتحقوا؟ عندكم لهنا الكود دو لا كلاس هو باش نعمل كوبي باش نحطه لكم في الشات. هذايا ليتاب نيميرو 1 هذايا هو لو كود اف يو اتش بي 3. كيفاش باش تدخل انت الكو سبيس؟ ها باش نرجع بكم للصفحه نتاع كو سبيس الاولى هذه. باش نعمل لوج ان. دونك كنتوما معايا توا حاولوا تعملوا لوج ان. بخلي الوحده باش ناخذ نافيغاتور واحد اخر. مدام أنس. وي سي محمد. أنا عندي كونت باش ندخل معاك إليف يلزمني نعمل دي كونيكسيون من الكونت نتاعي باش نجم ندخل إليف. أي أي لازم نعمل دي كونيكسيون. لازمك تعمل دي كونيكسيون. تعمل دي كونيكسيون. يعني ندخل دان أوتر نافيغاتور سي بوسيبل. وي سيرج نجم خير. نجم خير. داكور. اوكي. باش نعمل لوج ان. الكرون تاعي واضحه كي تبدا فما حاجه مش واضحه قولوا لي. واضح يا ام. شكرا سوا. باش تجي لهنا باش يقول لك معناتها سو كونيكتي افيك جوجل ابل مايكروسوفت تكتب الميل اكسيتيرا. هذا ما كل مانيش باش نستعملهم اون طونك ايليف. اللي حاجتي بيه هو با اونكور دو كونت. هذه هي الاوبسيون اللي باش تدخل بها اون طونك ايليف وهذه اللي تعلمها التلامذه نتاعك. دونك با اونكور دو كونت بالطبيعه با اونكور دو كونت اون طونك ايليف والا انسينيون سا فا دو سوا بيسك هنا تنجم تستدعي حتى دي زونسينيون معاك. دونك تنجم تكون الانفيتاسيون اون طونك انسينيون باش يكون هو جيستيونير معاك في الكو سبيس والا اون طونك ايليف. دونك احنا باش نخدمو على اساس انه اسبري ايليف باش نحطو روحنا في الكونتكست نتاع الكلاس مع تلامذتنا باش يبدا حاجه معناها تطبيقيه مع تلامذتنا. شفت لهنا ديريكتومون يعطيك لا كاز لي كاز باش تكتب الكود نتاعك. دونك هذايا هو لو كود باش نعاود نعملو كوبي.
واش نعمل هنا كولي اوتوماتيكمون يطلع لي لو كود في لي 5 كاز كوما اف يو اش بي اي 3. اول ما نعمل كونتينيويش باش يقول لي حط ان مود باس, حط ان نو يوتيليزاتور اي ان مود باس واعمل كري مون كونت. يعني انا مازلت نصنع, هو الالف قاعد يصنع في الكونت نتاعو. دونك انا باش ندخل باسمي سالش مدام أنس. عودنا الكود محمد. جست معلومة, دخلت على الكونت نتاعي و الما دوني لما رجواندر اني كلاس. معناها كي يقول لك رجواندر اني كلاس, بالرغم انت حل بالكونت نتاع البروف, يقول لك رجواندر اني كلاس, تحطي الكود يعطيك باش تدخل الاكزرسيس اللي عملته انت. اي بيان سور نجم بيان سور. والانفيتاسيون تنجم تكون ان طونك انسيان والا ان طونك اليف. راه on va voir خاطر le champ élève le champ enseignant ما فيش محطوطين مع بعضهم, كان لاحظتوش شي بكري تنرجع نشوفوها. يعني انت تنجم تستدعى زميل ولا زميله معاك في الكوسبيس على اساس انه vous travaillez un projet en commun مع بعضكم كانسيان مع تلامذتكم اللي تقريو فيهم مع بعضكم مثلا, والا على دو كلاس اما سور لو ميم سوجي. فهمت؟ سا ديبون دو كونتكست. احنا تو حبينا نعملو ان كونتكست نتاع الف بروف و الف باش نكونوا بصفة مباشرة نجم نطبقوه مع تلامذتنا ما يقعش خلط هكا ولا هكا. دونك انا حطيت ان مود باس لهنا, بالطبيعة يطلب منك على الاقل 8 كاركتر. ماذا بينا المود باس يكون حاجة سهلة ما ننساوهاش, نوصيو تلامذتنا. النو يوتيليزاتور بالطبيعة لازم يكون حاجة ديفيرونت مش مستعملة, كيما في الميل كي تجي تصنع ان كونت ميل يقول لك هذا موجود زيد رقم زيد كذا. دونك هذا زاد كيف كيف ننتبهوا له. اون فوا عملت كري مون كونت دونك فوالا, هاو قال لي ديجا نو يوتيليزاتور ديجا موجود داكور دو ديجا استعملته. دونك واش نعمل 1 2 3 المود باس هو زيرتي 1 2 3 4 5 اوكي كري مون كونت فوالا. توا جو سوي ان طونك اليف موجوده ما حاجتيش obtenir l'application CoSpace. Et quand on est bien, il suppose peut-être que un tiers de téléphone. Entre parenthèses, l'application CoSpace, elle peut être manipulée par téléphone directement en Zeta ou faire les options alcool ou ça fonctionne à merveille, même avec téléphone. Sauf que pour manipuler les personnages ou les options, c'est pas facile avec un petit écran, dis-moi avec un ordinateur. هذا توا دو كوتي إليف. شفتوا لهنا عطاني اون ايماج دو بروفيل اخرى, هذا اسم اللي عطيتو انا في ليدنتيفيكاسيون من الاول, وهذه هي الكلاس اللي دون لاكيل جو بو اتر ممبر. ونلقى هنا اوتوماتيكمون ماي فيرست كو سبيس, يعني نجم ندخل ديريكتومون باش نصنع الكو سبيس نتاعي ونبدا نخدم عليه. دونك هذا هو الاساينمنت اللي نجم نخدم عليه. فوالا my first proposer un co-space de votre part. Voilà. شفت لهنا يعطيك لا ما باش تختار شنو هو لو موديل اللي انت تحب تخدمه. كيما قلنا من الاول من بكري قلت باش نخلي لكم لا ما باش تختاروا اللي تحبوا عليه انتوما. اي اون اتوندون بالطبيعه بالنسبه للي نجم يحب يدخل توا تنجم تختار مثلا ام تي سين ولا حاجه, مي جو بريفير تبعوا معايا ليكسبليكاسيون باش نرجع لو كوتي بروف وباش ندخل معاكم في القسم ونخدم على ليكزيرسيس باش نشوفوا لي زوبسيون المانيبيولاسيون. بي شكون معانا دخل في الكلاس باش نثبتوا بالنسبه في الشات ماذا بيا حطوا لي فوالا. انا حطيت الكود ودخلت ميم من غير ما حطيت الاسم لحد شيء. كي حطيت الكود ودخلت لقيت طول اللي لقيته انت كلاس ورجواندر اون كلاس وتدريبات اونلاين. اي ريم معك. لا انت كتبت ريما, انت كتبت ريما شيبي ويت كتبتها هذا نو يوتيليزات راهو عندك مود باس. ما كتبتهاش يمكن هذيك اوتوماتيكمون من متعدات طول معناه. اما اني ما كتبت شيء, كتبت جوست الكود ودخلت نلقى روحي. انت عملت رجواندر اون كلاس, عملت رجواندر اون كلاس عملت اي Mm-hmm.
هنا عندك لابوزيون دخل ان كود دو بارتاج هذايا تنشوفوه من بعد كي يبدا عندك ان كود سبيس تحب تبارتاجيه مع شكون فما ان كود دو بارتاج يتعطى اوكي مي سينو اذا كان عندك ان كونت ديجا باش تدخل باللي كونت اللي استعملتهم والا مش تصنع ان نوفو كونت كيما قلت لك معناتها نورمالمون اون دو باسي بار لا كي با انكور دو كونت عاش دخلت ان طونك انسيون بوتيتر يمكن شي هيك الباركور اللي عملته عطيتني الكود حطيت الكود وكليكيت دخلت طول الجاليري كلاس سباس ليبر هذاك وين انت توا شفت حتى في انسيون حسبني في نو يوتيليزاتور زدي الميل بالنسبه للانسيون والمود باس وكري مون كونت فهمت ناش انت عندك كوسبيس من قبل عندك كونت كوسبيس من قبل لا ما عنديش اول مره اول مره تستعمله اول مره ما نزلتش فوزيت سور ما نزلتش على جوجل ولا حاجه معناتها كيما تشوف معناها ما فماش دو زيسو فما شي واحده يعني اي اني حطيت ايليف طلب عليه الكود حطيت الكود وعملت شنو حطي وسبميت ولا ما نعرفش نزلت عليه دخلت طول الكوسبيس جاليري وكلاس وتدريبات اونلاين تعاني ساعات يعمل سيزي اوتوماتيك راه تقول انت معناتها من الهيستوريك اللي عندك في الفورمولير صحيت ندخل المنصات ديما يدخل لي ديريكتومون بريم شي بي دي ديما اي امل هنا خاطر نورمالمون لازمك تحط مود باس معناتها مش معقول حطيت صحيت المود باس هكاك وحطيت هنا مش نعم. كليكي على كري مون كونت سا فونكسيون با فهمتي هنا مش تختار هذوما ماهوش نفس البرانسيب لهنا يمكن كي تكليكي ها هي ريتها ها هي سيزي اوتوماتيك شفت علاش قلت لك ابارامون عندك خدمتش مره على كوسبيس ولا حاجه والا لي زانفورماسيون بيرسونيل كيما قلت انت اللي مسجلين في النافيغاتور جبدهم لك دو فاسون اوتوماتيك صحيت يمكن هكاك خاطر دخلت مطلب عليه حتى شيء هذوما سيغتمون تعمروا معناها انت توا فوزالي تخوفي دو مال اكسيدي مره جايه خاطر ما عندكش مود باس ما نعرفش شنو المود باس اللي خذا عليك فهمني انت واني نعاود نخرج نعاود ندخل من الجديد خير اي جو بريفير اي هكاك باش نتاكد خير اوكي داكور دونك هذوما بور لانستون لي زيليف اللي موجودين في الكلاس هذا هو ليكزارسيس بون بالنسبه للاكزارسيس ماي فيرست كوسبيس انا باش نصنع لهنا صوت كارتيني موديفيكاسيون ما نجمش نبدل حاجه كبيره لو كان جيت اخترت معناتها ستركتور واحده بالنسبه للناس كل كنت نجم نصنع معناتها جروب ديليف مثلا باش نصنع اكزارسيس اخر جوست باش نشوفوا الحكايه هذه لسي ليليف شوازير لا باش نقول انفيرونمون ان 3 دي اوتوريزي لا زاد كيف كيف باش نقول اكزامبل 2 جوست هنا اكزامبل 2 الا لا لي بلانت هاي خلينا نختاروا ان اكزامبل كونكري لي بلانت هنا بريزونتي des exemples plantes ok je vais continuer maintenant je vais nous faire un groupe d'élèves d'accord automatiquement je vais aller à l'écran que j'ai vu بكري و je vais voir l'enseignant une liste d'élèves déjà qui ont accès à la classe il va départager les groupes à la حسب هو شي شوف مثلا انا مش نحط عائشه ومدام عرفاوي في الجروب 1 مدام هيام باش نحط انس دخل بها اني بون لا جو بريفير نحي باش نخلي المجال لغيري لهنا دو جروب نجم جو بو اجوتي ان ثوازيام جروب نجم نحط جروب اخر جماعه تدريبات اونلاين نحطوهم مع بعضهم دونك هذايا باش نحطو اوازا اون اتوندون بالطبيعه اذا كان فما شكون يلتحق بالمجموعه ينجم يدخل نجم نزيدو اتومامون الموديفيكاسيون تنجم تصير كي باريتو انا اخترت توا موديل دو كوسبيس ولي جروب على حسب لو شوا اللي عملته
مش يلقى روحه ليليف اللي موجود في الجروب هذايا يخدم كان في الاسباس هذايا سافا دو سوا بالنسبه للباقي. دونك انا توا في في الاكزامبل اللي عملته توا في تدريبات اونلاين في الكلاس هذيا صنعت دو اكزرسيس وكل اكزرسيس عنده سبيسيفيسيتي مختلفه. هذا سي ان اسباس ليبر كل واحد فيكم يخدم وحده وهذا سي ان اسباس بارتاجي اون جروب ديجا فما شكون دخل وبدا يخدم فوالا اي ديجا نشوف الموديفيكاسيون اذا كان فما شكون باش يعمل اون سيرتين موديفيكاسيون فوالا ب مش نعمل هنا مش ندخل مثلا الجروب هذايا مش ناخذ ان اكزامبل على البلانت مش جو با تخافايي سور لي بلانت استنيني نحب نخدم في ال في الليبر بلوتو ماي فيرست كو سبيس فوالا باش نعمل كري ان نوفو كو سبيس ام تي سي فوالا هذه هي لا سين كيما تشوفوا فيها السين هذه كيفاش قاعدين نشوفوا فيها نشوفوا فيها اترافير كيما تراو هذه سي اون كاميرا الكاميرا البوزيشن تاعها قريبه بعيده الموفمون تاعها تنشوفوه من بعد il peut être modifié البوزيشن تاعها الفوق ولوطا elle peut être modifiée يعني la prise de vue كاريتوشي بكري اول ما يدخل كي نعمل play exécuté اول ما يدخل المشهد الاول اللي تشوفه من بوزيشن من البوزيشن اللي مش يكون فيها الكاميرا بطبيعة الكاميرا هذه نجم je peux la faire monter et descendre هذوما les options بالنسبة للكاميرا je peux la faire tourner que ce soit هكا في السنس هذا ولا في السنس هذا عرض والا في السنس هذا على ديكونال حاجه اخرى نجم الكاميرا نتاعي نقدمها نجيبها هكا على اليمين نطلعها لفوق دونك هذوما لي زوبسيون اللي نجم نحرك بهم اي اوبجي او فات فما اوبسيون واحده لهنا كيما تراو فيها ديزاكتيفي بالنسبه للكاميرا انه الجسم هذايا والا لوبجي اللي تحرك فيه تنجم تكبره وتنجم تصغره احنا بدينا بالحاجات اللي ديجا ظهرت من الاولى الحاجه الاخرى اللي ظاهره من الاول هي لا غري شفتوا لا غري هذيا نتاع الاسباس اللي انا فيه الغري موجوده 0.25 مش نعمل 0.05 شوفوا كيفاش الغراديواسيون هذيك ولات جويده على الاخر هذه أخشن 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 من الكل وهذه أخشن على الأخ بطبيعة على غري جو بو لا ديزاكتيفي إذا كان حب أما لا غري فاش مش نجم تعاوني نجم تعاوني في لو شوا دو لا ديسبوزيسيون دي زوبجي يعني أنا باش بور مو لوكاليزي أنا في في الإسباس هاو زدت عملت زوم أوت بعدت شوية شفتوا الإسباس هذايا هو عبارة على كيل بلانش كيما الستاد التيران نجم تقول هذا هو الليميت نتاع الخدمه نتاعي مش تكون في الاطار هذا دايوغ انا كي نحب كي نحب لهنا الكاميرا نخرجها من الاطار هذا ما تخرجش الا ليميتي فوالا في الاسباس هذا ما في الـ في الـ في الاوتور ما براتيكمون ما عنديش ليميت اما توتاسون ما نجموش نبعدو برشا سينو لي زوبجي لهنا ما نجموش يكونوا فيزوال قبل ما ندخلوا في في لي ديتاي نتاع لي زوبجي واش كيفاش باش نزيدوا النجم هذه تسابيل اون بروميير سين ينجم يكون عندي اكثر من سين نجم نعمل اون نوفيل سين ينجم يكون في نفس الموديل والا موديل واحد اخر والا بتيب واحد اخر هنا حاجه واحده ما نجمش يكون ميرج كيوب خاطر ميرج كيوب يخدم على سين واحده ونجم زاده نعمل ديبليكي لا سين نجم مثلا انا نعمل في قصه في نفس البيزاج في نفس الديكور جوست البيرسوناج باش يبدل ديسبوزيسيون ولا باش يبدل شويه الاحداث هكا من البريز دو فيو تاع الكاميرا برك مثلا هي اللي مش تتبدل لهنا مش باش نقعد نصنع في كل شيء من جديد دونك نعمل ديبليكي سين بيتها هي بيتها مش تهبط لي في الليست ونجم بطبيعه نجم نعمل لو نومبر دو سين اللي نحب عليهم كيما تراو تعرفوا نتوما من سينسيبل باوربوينت والا كيما نخدموا على سكراتش زاده نجموا نصنعوا دي سين دونك في اي معناتها موديل دو بريزونطاسيون اللي يستعمل لو برينسيپ دو سين شنو عندي اخر في الانترفاس نتاعي عندي البوطون انيولي اي ريفير كيف نبدل حاجه ونحب نرجع
عندي le bouton d'aide pour demander de l'aide bien sûr. عندي la notion de partage. هذايا كيف نصنع الكوسبيس نتاعي كملت. Au départ, يبدا privé. Une fois نكليكي partager, يولي نجم يكون visuel. نجم يكون visible, ربي, pardon, visible par d'autres personnes. Que ce soit نبعث par lien ou elle en mode public. هذايا تنشوفوه من بعد. عندي لهنا la notion de code. كي مارينا من بكري الكود في الفري عندكم كان الكود بلوك سكاو التايب سكريبت وبايثون مش تلقاهم سكرين ديزاكتيفي ما يخدموش بالنسبة لنا احنا الكود بلوكس هي استعمال القوالب الجاهزة هذه اللي هي براتيك على الاخر ان شاء الله تجي فرصة ونتعلموها عن طريق سكراتش سورتو خاطر اكثر حاجة تنجم تفهمنا لبروغراماسيون بار بلوك هي لسكراتش دونك نفس البرانسيب تنشوفوا كالكوز اكزامبل سهلين مش صعاب عليكم بالنسبه للي ما عندوش فكره على البرمجه ونتصور برك الله معنا اساتذه وخبراء ينجموا يكون عندهم فكره بالطبيعه كيف نكون كملت البريزنتاسيون نتاعي اخر حاجه مش نعملها هي اكزيكوتي يعني اني مش نتفرج على الجهاز النهائي نتاعي على اساس انه يبدا فيه صوت مش في ما فيهش صوت تشوفوا النمبر دو سين الموجودين هذا هو اجمالا السين شنو فيها اللي مش نشوفوه توا واللي مهم على الاخر هما لي زوبجي وكيفاش باش نتحكموا فيهم اول حاجه عندي لهنا ليبراري اللي فيها دي زوبجي كيما لي بيرسوناج شوفوا عندي لهنا ليست دو بيرسوناج متنوعه دي انيمو زيد تير او ار شفتوا لهنا لوجمون شامبر سال دو بان نجمو تتخيلوا معايا شنو هما لي سيناريو اللي نجمو نخدموا عليهم دونك هنا الامثله لا تحصى ولا تعد شفتوا لهنا اوتر لاند ماركس فوالا نيتشر ناتور دونك عندك لهنا دي روشي دو لا فيردور اكسيتيرا اوتر هذوما لي بلانيت بالطبيعه اللي كنت وريتكم اكزامبل عليه بكري الترانسبور موان دو ترانسبور مش جو في با ماتاردي نخلي لكم لو سوان باش تكتشفوهم هذوما جوست باش نوريكم الامثله نوريتور ديكوراسيون بالطبيعه هذوما راهم لي زوبجي في الكيتو في لا بيريود دي سي مش تلقاو كلك زوبجي هما اللي مفتوحين هكا هو الاخرين مش تلقاوهم مسكرين عندي لهنا كونستركسيون اون 3 ديمونسيون ولا بلا باش نكتب تكست باش نكتب حاجات باش نحط دي زوبجي اون 3 دي هذه المانيبيولاسيون دو لا كاميرا اي دي شوما تنشوفوها وهنا لا ريشيرش اذا كان نحب معناتها نعمل ريشيرش على الليبراري سينو جو بو امبورتي ايماج فيديو موديل 3 دي فيشي معناتها صون ولا غيره à partir du web ou à partir de l'ordinateur. Donc, je peux mener une recherche directement. Un exemple, les animaux sauvages, je crois l'animal, araignée. Je fais une recherche en image. Je suis là où je mets l'internet araignée. Je me dis l'image radia ou l'image GIF. animé ou elle a collant voilà maintenant on a les spiders là je vous mets le spider Voilà, attirez les nez, des images de fleurs. Bon, ça rate la recherche, ça donne pas de résultats. Donc la recherche elle est restreinte. Sinon, il y a une image spécifique. Je me dis, bah, l'internet, importation directe. Mais là, la première chose que je vois, concernant l'espace, je vais choisir un environnement.
يعطيك هو ديجا ان انفيرون دي انفيرونمون تحب في بلاصه خضراء في نيج في فيل هنا في وسط مدينه في اسباس هكا مسكر شويه في صحراء في بحر دونك يعطيك لي انفيرونمون ديفيرون انفيرونمون نجم ناخذ انا مثلا لا فيردور هذه تشوفوها الاسباس كيفاش يكون نجم نزيد معها دي زيفي نتاع نيج فوالا هذه دي بول Voilà, qui fait notre la pluie, les feuilles. Là, je me prends pour l'île, voilà, grisé, en vert. Donc, sinon, je peux désactiver une chaleur naturelle, d'accord? Mais je vais directement à l'aide les objets. Le modèle, je vais vous montrer la manipulation par les différents types de modèles. Donc, je vais vous montrer à composer à la fois faire les personnages, les animaux, ou choix il y a quelques objets, mais je n'arrive pas qu'il fasse notre hack. Je vais faire vite. Donc, je vais prendre un premier personnage, maintenant. Je vais prendre le deuxième. Qui m'a dit, on a les outils, et donc, malouche, on a la première chose pour le soulever, le four, ou l'enhab tout l'autre. D'accord? On dit, pour la rotation, je veux le retourner, haka ou haka. Et d'ailleurs, je vais prendre le cadre pour la scène. وهذا باش نكبر له الديمونسيون نتاعو ولا نصغر له لا ديمونسيون نتاعو دونك هذايا بالنسبه للبوزيسيون التاي اتو شنو نجم نغير فيه البيرسوناج هذايا زاده باش نكليكي تاو هذايا نكليكي باليسار باش نكليكي باليمين باش نلقى دوتغ اوبسيون نجم نتحكم فيهم نتحكم بيهم في البيرسوناج هذايا عندي اول حاجه مهمه على الاخر هي انيماسيون وثاني حاجه هي لا ماتيغ دونك الانيماسيون هو شنو هو الرياكسيون دونك ينجم يكون يعطيني الرياكسيون هذه دونك تشوفوها هذه كي نحب نشوفها اون مود اكزيكوسيون ها هو البيرسوناج بالطبيعه انا الكاميرا ما وجهتهاش بالباهي دونك وين الكاميرا موجوده بجنبه دونك ماهيش باش تنجم تصوره هو لهنا يلزم نوخر به شويه التالي باش نفهمه اكثر من بعده هكا شويه باش الكاميرا تنجم تجي مقابلته قد فوالا ونجم نطلعها شويه باش فوالا نعمل اكزيكوتي شفتوها التصوير كيفاش يكون وهذه هي الانيماسيون اللي انا اخترتها شنو ما لي بوسيبيليتي اللي نجم نطبقهم على البيرسوناج هذايا نجم يكون كلاب يصفق هاكا ينجم يكون ديزغري مش موافق لا طبيعة مش باش نجم نشوفوهم الكل توا جوست باش ناخذ دي زيكزامبل شنو نجمو نعملو له آخر نجمو نردوه يجري فوالا يعني في أكسيون معينة سيت أن ريت بالطبيعة لهنا تشوفو ناقصو كان كرسي ولا حاجة وكتاب نحطوهولو باش تولي الصورة مكتملة ولي بوستور كلها دونك لي داون نيترال بوينت مش مسموع الصوت مدام ويان قال الصوت مش مسموع معرفش يمكن المشكل من عندها بي. اوكي تري بيان دونك انا مش نرجع البوستور نتاعو عاديه بوستور نايترال هذه بون دانس لازم يكون دانس داكور بي شيء نجم نبدل في اخر لا ماتيير الماتيير يعطيني الشيرت نتاعو نجم نبدل لو بول نتاعو هاكا تبدل لا كولور نجم البانتس بانتالون تبدلت لا كولور سكين دونك هو كولور نتاعو هذه نجم نكون افتح من هكا نكون اغمق من هكا دونك على حسب انا شنو نحب دونك فوالا ولا نختار كولور سبيسيفيك سينو الاشعر نعمل موديفيكاسيون نقرب للبيرسوناج اللي تحب عليه ايز بلو ايز والا براون ولا اللي تحب انت دونك هنا شوا بالطبيعه حسب الفكره نتاعك وحسب البيرسوناج دونك هو كان حاجه ولا حاجه اخرى على حسب الشوا نتاعك عطيت له السكين ولا حد شيرت كيف دونك خلينا نبدلوه فوالا هذا بالنسبه للبيرسوناج باش ناخذوا اكزامبل نتاع انيمال نفس العملية الأنيمال مش ناخذه مثلا الجزائر هذه
نفس الحكاية مش نعطيها ديمونسيون معينة، نعطيها بوزيسيون معينة، نعطيها انيماسيون معينة. فايت اند ران مثلا تجري في الانيماسيون تاعي مش تكون هي تجري، دونك هو يدانس وهي تجري. فوالا نجم الانيمال نتاعي هذايا نحطو على ان سوبور، نحطو على ان اوبجي حاجة، يعني جو بو كونستروير ان اوبجي كيما هذا. هذايا سان اوبجي بلا، والا ناخذ ان اوبجي اون 3 ديمونسيون. داكوردو، كان نحب نفسخ نعمل سوبريمي تتفسخ ديريكتومون. ديكوراسيون كونستروير، فوالا باش ناخذ لوبجي هذايا. هذايا كيفاش نجم نتصرف فيه؟ شوفوا لهنا لي بوان يعطيك اوتوماتيكمون لا لارجور ولا لونغور تنجم تتصرف. يعني هو في الاصل كان مكعب، باش نبدلو لارجور نتاعو نجم هذه نسكر هكا، نبدلو لا لونغور نتاعو باش يولي توا عبارة على سوبور. شوفوا لهنا ولا لي ان سوبور. السوبور هذايا نجم ندخل زادا في الماتيير نتاعو، نبدلو لا تكستور، نبدلو لا كولور كان نحب نختار لو كولور معين ولا تكستور معينة حسب الشوا حسب الفكره كيما قلنا. ونجم ناخذ السوبور نتاعي هذايا نحط عليه الجزال نتاعي. نشوفوا لي زيماج كيفاش داخلين في بعضهم توا، باش نخدم شويه على ديسبوزيسيون باش نحاول نركها. فوالا هذه هي الجزال. بالطبيعه لهنا نجم البريسيزيون ما تكونش 100% مريقله. شنو هو لا ميور سوليوشن؟ On va cliquer بال اليمين نعمل لو بوتون اتاشي. شو معناتها اتاشي؟ مش نربط الجسم هذايا لنقطة معينة دو تيل فاسون انهم يوليو فار الجسم. شفتوهم لي بوان بلون بلو باردون، كي كليكي على البوان بلو الغازيل باش تاخذ البوزيسيون هذيك. هما توا عبارة ولاو اوبجي واحد مع بعضهم. شفتوهم فرد اوبجي. كيف نحب نكبر والا نصغر ماهوش باش يتحرك من بلاصتو، يعني لهنا مش يكونوا مع بعضهم. داكوردو، دونك البوزيسيون نتاعو واضحة، اللي اتاشي للسوكل هذاك. كيف نعمل انيمي؟ دونك فوالا، باش نعاود نوخر الكاميرا نتاعي. فوالا باش تبدا الفيزيبيليتي واضحه. باهي، باش نحطو لهنا انيمال واحد اخر مثلا. ليليفون كيف كيف جو بو انترفونيغ في الماتيير بدل لونو. Je peux intervenir في الانيماسيون angry run غشش ولا run كيما الاخرى sleep walk neutral واقفوك هاو happy for example. دونك باش نجي لهنا باش نعمل duplicate. باش نعمل duplicate للسوكل، انا نحب نفس الموديل تاع السوكل هذا وهذا هو نفسه. باش نجي لهنا باش نعملو duplicate. كيفاش نعمل duplicate؟ باش يصنع لي شستالي مع بعضهم، خاطر هما ايسون اسوسيي مع بعضهم، انا بكري ربطتهم ببعض. داكوردو، دونك باش ندخل على الموديل هذايا باش نقول له لهنا ريتها غروبي واتاشي. دونك لهنا باش نحي لا غازيل باش نعطي السوكل هذايا للليفون باش يبدا الديكور نتاعي تبع بعض. بالطبيعه الليفون باش نعطيه ديسبوزيسيون مناسبه، نفس البرانسيب باش نقول له اتاشي. جو في لاتاشي au point bleu باش يبدا عندي الموديل واضح. ايه هنا مش نحاولوا نوجهوا الفكره على اساس انه زو ولا محميه طبيعيه. دكا دونك باش لازمنا نعرفوها المحميه الطبيعيه هذه لازمها
تكون واضحة، لازم أفيش، لازم تكست مكتوب، لازم كده. دونك نجم هنا نصنع ساعة ستركتور نتاع لي ليميت نتاع المحمية نتاعي. دونك هنا وإلا نتاع الزو شفتوا هذه هنا لي غري يمشي يعاونوني شوية. مش نجم نجيب المير متاعي وإلا الشكل متاعي في البلاصة اللي أنا نحب عليها. أكوردو دونك هنا نجم نبدل حتى مانيوال ما كي نحب نعطيها فالور معينة اون بوزيسيون ولا اون روتاسيون ولا اون ايشيل. دونك حسب اي جو بو فير لا ستركتور. انا جو فو با تريني برشا في لي ديتاي هذوما. Voilà, hachi, voilà, l'option de la longueur, bêche structure entière, tekmel l'akh, voilà. Aïe, ok, mouhem bêche nous connaît les astuces, bêche nous dayache le waqt. Nafs le mur avec hache bêche n'amallou, tout simplement bêche n'amallou dupliquer, on j'y n'amallou rotation, hop, on badalou une position entière, de telle façon, يجيني في البوزيسيون اللي حاجتي بها. اذا كان نرى البوزيسيون متاعي مشاركها قد قد نعمل اجستمان ونكمل الشكل متاعي. ولا بتل فاسون نجربو نعملو اتاشي. اب لا سامخش با اتاشي سامخش با. دونك جست باش نسكر الستركتور وكا هاو باش نعمل دوبليكي مرة اخرى. هنا ساهل باش نجيب لوتر كوتي حطوا هكا. نحاول نبعد بسهولية باش الرؤية تبدا واضحة. بالطبيعة البوسيبيليتي داجوستي ديما موجودة. ها هكا إذا كان اللونغور ياسر زايدة جو بو توجور اجوستي. غلطت في غلطت في المانيبيولاسيون خاطرني استعملت الاوبسيون اللي مانيش حاجتي بها وقتها. فوالا حاجتي باش نقص في اللونغور. انا حاجتي باش نزيد في اللونغور الشعره باش تكون ستركتور اون بلوك مسكر. فوالا عملت لي ليميت نتاعي. نجم نزيد نصنع لها ان ديكور هكا انتروداكسيون معناتها في المدخل يعني كيف الباب كيف لونساني كيف حاجه كيما هكا. مثلا عندي لهنا لي زوبجي اون 3 دي. نجم ناخذ لوبجيون سيلاندر هذايا مزيان على الاخر. سيلاندر هذايا هاو السيلاندر هذا نجم نصنع منه عرصه. نجم العرصه تكون خشينه والا جويده حسب. هنا اذا كان نحب التكبير والتصغير بروبورسيونيل يعني نجم نستعمل لوبسيون هذه. اذا كان نحب نزيد في حاجه معينه شفتوها لهنا. دونك لهنا تخيل انت الاشكال اللي تنجم تصنعها سي ايليميتي الحقيقه حاجه اكسترا اوردينير. دونك باش نحطوا عرصه من هنا. هذا باش نقصوا له شويه في الطول نتاعو خاطر مش لازم يوصل غادي. نثبتوا في البوزيسيون تاع العرصه نتاعنا. فوالا ونفس العمليه باش نعملوها من الكوتي الاخر. فوالا ونجيو للعرصه هذه ونعملوا لها دوبليكي ونجيبوا الكعبه الثانيه لهنا. ولو عندنا زوز نحاول نركحهم يكونوا كيف كيف. عندي الاشكال الاخرين اللي عندي لهنا نجم نستعملهم باش نعمل اون سيغتان ديكوراسيون. باش نكبر شويه باش تفهموا لهنا. بالطبيعه ريتو لهنا كيف نستعمل معناتها لونغور ولا لارجور ينجم اصلا الشكل يتبدل يتغير جمله تولي حكايه اخرى في المره. دونك لهنا صنعت شكل اصلا هو مش موجود في الـ الأمثلة اللي هو حاطتهم لي. أنا إيش باش نعمل؟ باش نعمل أتاشي كالعادة. أوب باش نجيبها قط قط شفتها؟
نجم تكون هذه الديكور اللي أنا حبيت نعمله. في الحالة هذه بطبيعة الديبليكاسيون اللي عملتها هذه هذا خاطرني حاشي بنفس الشيء لهنا ولهنا. دونك نجم ناخذ أول حاجة نبدل الستركتور الماتير مثلا نردها كيما هكي مغبغي فوالا نجي لهنا لحظة برك نحب شوية أجستمون خاطر لا هكا فوالا شفتوها كيفاش ولات كيني باز كيني حاجة فوالا باش نستوها شوية حسيتها مايلة سوا ليه نعمل جيبليكي انا الجيبليكاسيون صارت كان ليليمون الفوقاني برك حاشيش بهذايا دونك باش نعمل نجي نعمل هكا وشيفت جو سيليكسيون ونعمل جروبي هكا رديتهم فرد شكل مع بعضهم كيف نعمل جيبليكي لحظة برك فوالا دوبليكي صارت للوبجي كامل جست لهنا العرصة والواحد مش محطوطين في ريون قد قد دونك باش نعمل دي غروبي باش نصلح لافوت نفس الحكاية je vais faire dégrouper là non ah non dégrouper voilà on dit là non on dit اكثر من واحد c'est pour ça طلعت لي voilà voilà نجم لهنا مثلا في الامبورتاسيون اون ايماج جيف انيمال كولون نجم نلقى ديز انيماسيون نجم نزيدهم معناتها للخدمه نتاعي مثلا الانيماسيون هذه نجم ناخذها ونحطها تابعه فوالا الديكور نتاعي نجم نحطها في البوزيشن اللي نحب عليها مثلا انيمال لنا هكا والا تو سامبلومون نمشي ليبريري كونستروير عندي دي تكست يا اما نصنع اون انسيني هكا والا معناتها هكا كيف الجدار المكتوب هكا والا نصنع ان تكست اون 3 ديمونسيون اللي نجم جو بو بوزيشوني مثلا باش نحطها فوق لهنا باش تكون هي عنوان الزوم تاعي الديمونسيون نتحكم فيها كيفاش نبدل التكست تو سامبلومون عندي لوبسيون تكست لهنا باش نجي نكتب لهنا زو خليها زو واحدة هزي باش تجي التكست زادا كيف كيف نجم هنا نبدلو الماتيار نتاعو دونك لا كولور تكون اون اوتخ كولور بغداتخ ولا مارون ولا حاجة تابع الديكور اي بيان سور نجم نعملو اتاشي باش يكون البوزيسيون نتاعو مناسبة للي خدمته اوكي بالطبيعة نجم نواصل نحط دي زانيمو اخرين نحط دي زاني دي بيرسوناج اخرين نجم البيرسوناج هذا مثلا نزيدو دي بارول مثلا نقول او كوم سي بو مثلا
Voilà, penser ou à dire. Voilà, donc là, le message est يكون موجود. Bon, لاحظوا الكاميرا وي موجوده. Donc déjà la position تاعها هنا هكا elle n'est pas correcte. Tout simplement, هنا محتاجين انه الكاميرا نبدلوا لها le comportement تاعها. Donc كيما عندي comportement بالنسبه للبيرسوناج هذا ولا اي اوبجي اخر, نجم نجي للكاميرا ونرد عندها معناتها comportement اخر. هي توا في المود مارشي, mouvement de la caméra, ينجم يولي en position fixée. Je ne joue pas à chanter, c'est fixé. Je vais vous montrer un choix. D'accord. Je vais vous montrer un choix. Voilà. Je vais prendre le paysage dans le coin. Je vais vous montrer un choix. باش نمشي نعمل فولي. دونك الكاميرا الفا فولي جوستومون تطير الفوق ولا حاجتي بها باش تكون الفوق هي الفا فولي. شفتوها هي الفول الفوق هي تشوف الانفيرونمون من اللوط. دونك على حسب انت البريز دو فيو كيفاش تحبها. تكنيك أخرى, أوبسيون أخرى في الكاميرا, نجم تحطها أوربيتي. إش معناتها أوربيتي؟ يعني دور أون أوربيت. دور أون أوربيت يعني فوالا تحوس في الأنفيرونمون أون أوربيت, يعني دور حولو حولو هاكا. نجم نعمل زوم وندور باش نجم نتحكم فيه كيف ما يلزم. نجمو مثلا هنا نزيدو مثلا اون ايماج شفتو لهنا لي زانيمو. ما هو ايماج ماهوش ماهوش واحد مش اوبجي 3D. دونك فوالا مش معناتها ماهيش ايماج تابعه كوسبيس, خديتها جلي تيليشارجي. دونك شفتوها او مود بلان تخدم انيمي مي او مود بلان. دونك باش ناخذ اون اوتر ايماج تابلو تور ايماج. مثلا pour décorer l'espace نحب نعمل هكا شويه جو للصغيرات باش نشرحوا على البلاصه. جو في ديكوري الاسباس هذايا باش نحط التصويره هذيا في الليميت نتاع الحيط هذاك. نفس الحكايه نمشي نقولو اتاشي ونعطيه اتاشي للمور يولي هاكا ديكور تبع البارتي هذيك. جو بو ميتر لو نومبر دو بيرسوناج بنفس الطريقة نعبي بها الاسباس نتاعي نزين بها على حسب السوجي توجور. دونك هنا قلنا سوبوزي اللي عنا صغيرات مش يزورو زو وكذا. دونك هذه هي النقطة جاي في الليميت نتاع العرسة شفتوها وين جات. Voilà. Juste un petit détail. Là, إذا كان نحب نفس السين تتعاود هي بيدها وجست مش ندخل نبدل لزانيمو كما قلنا مش ناخذ السين كما هكايا. مش نعمل سوبريمي لا سين. مش نعمل جي سوبريمي اللي خدمته apparemment. اوه جي في اون كاف. جي سوبريمي لا سين اللي خدمت. بي كلاس حاب نشوف اسكو جماعه خدموا حاجه. اي ما شاء الله عندي شكون خدم لهنا.
اي تري بيان فوالا الحيط الحيط هذا نجم نصلحه معك شفت جو بو انترفينير في في طون ريال يعني في في الوقت نفسه هكا انت تخدم وانا نخدم معك هاكا صلحت لك الستركتور وتنجم توصل الخدمه تاعك يعطيك الصحه فوالا نرجعو شكون اخر خدم مجموعة الأخرى عندي هيام فوالا هيام خيل السخت لا شوزي موديل مي انا ريان مي لهنا بالطبيعة elle va travailler avec les personnages et tout d'accord مش ناخذ لكم موديل كنت خدمته موديل نتاع لي زانيمو هذاك اللي كنت نخدم فيه معاكم توا خدمتهم مع تلامتي جوست خاطر جي بيردو لو موديل اللي استعملته ديريكتومون فوالا سي لو ميم برينسيپ براتيكمون هاو فوالا الكاميرا لهنا اني با بيان سيتوي ولا في كونفري دونك جوست باش نحطها اون اوربيت انا جو بريفير ديما نحطها اون اوربيت خاطر هكيك الموفمون احسن واحد فوالا جو بو فير لو زوم اي جو بو باسكولي كيف ما نحب فوالا اون فوا خدمت الكو سبيس اون فوا خدمت الكو سبيس جو في لو بارتاجي دونك باش نعمل بارتاجي معاكم الكو سبيس هذايا مثلا كيفاش يصير البارتاج دونك بالطبيعه هو مازال لهنا اون بريفي اون فوا نعمل بارتاجي بارتاج نون ريبرتوري اش معناها سولمون سو كي افيك كي تو لو بارتاج بو فوار سو كو سبيس دونك هنا باش تسمي الكو سبيس نتاعك باش تعطيه ديسكريبسيون باش تقول نون ريبرتوري يعني كان الناس اللي تعطيهم اللين ايه ولا لا tu vas choisir ça ولا publier dans la galerie هنا بارتاج نون ريبرتوري سولمون سو كي à qui tu donnes le lien هما اللي باش يشوفوا كان باش تعمل لهنا ريميكساج اش معنى تاع ريميكساج كنت تذكروش الاوبسيون هذه قلت لكم من اول الحصه الريميكساج هو اللي باش يعطينا لا بوسيبيليتي باش نعاودوا نستعملوا الكو سبيس ونبدلوا فيه اون فوا عملت بارتاج نون ريبرتوري فوالا ولا لي ان بروجي اللي نجم يكون فيزيبل ونجم يشوفوه العباد عندي نومبر دو فيو نجم نشوفو يبو اتر ريميكسي ونجم يكون اكزيكوتي جوست فما اوبسيون بركه مازلنا ما شفناهاش باش نرجع نوريها لكم هي لا نوسيون دو سون ما نحبش نزيد نشدكم اكثر طولنا شويه ظهر لي دونك لا نوسيون دو سون سون بالطبيعه عندي لا بوسيبيليتي دامبورتي ان سون نجيب ان صون من الاورديناتور كنت تيليشارجيتو ام بي 3 ويف ولا اس ا سي ولا ام 4 ا والا نجم نسجل صوتي بصفه مباشره يعني نجم نسجل صوتي ونتفاعل في وسط الانيماسيون تاعي بالمساج اللازم اللي حاجتي ليه بالطبيعه في وسط هذايا كل ان شاء الله في فرصه اخرى نكون نشوفوا ان اكزامبل دو بريزونطاسيون افيك كود هذه خاطر ما نحبش نزيد معناتها نكثر عليكم المعلومات جو بريفير بور سيت سيونس تكونوا تعلمتوا كيفاش المانيبيولاسيون دي زوبجي اللي موجودين في كوسبيس تصنعوا دي كوسبيس مبدئيا تتعلموا تتحكموا في لي زوبسيون في الماتيير في الموفمون في البوزيسيون في التاي في ديسبوزيسيون تاع الكاميرا في لي ديفيرونت فيتشرز يعني الايماج 360 دغري الاوبن سبيس والماج كيوب سينو حاجه اخرى نحب نعطيها لكم اذا تحبوا تستعملوا الماج كيوب باش نعطيكم الفيشي بي دي اف اللي باش تستعملوه تطبعوه وتقصوه وتركبوه معناتها سي سامبل هو سي موجود على الانترنت نجموا تاخذوه ما نعرفش كان نجم نبارطاجي بي دي اف ديريكتومون من الشات جو كرو با دونك باش نعطيكم اللين من الانترنت
مش كيوب برينسيبل وكذا هو المش كيوب هو فوالا هذا هو اليان نجمو تاخذوا اليان تتبعوا الورقه تقصوها وتركحوها وتلصقوا في بعضه هكا يوريك هو منين تلصقوا منين كذا ومن بعد اون فوا صنعت المرج كيوب نتاعك تمشي للاسباس اللي انت صنعته افيك لو موديل مرج كيوب اي فوز اكتيفي لوبسيون مرج كيوب بور فيزواليزي le contenu en AR بالطبيعة. Voilà tout pour aujourd'hui. يعطيكم الصحة على المتابعة طولنا شوية اليوم. برافو عليكم. Merci beaucoup. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. إن شاء الله. Merci Madame Huyen. إن شاء الله المعلومات كانت واضحة. شكون عنده سؤال ولا حاجة؟ يعطيك الصحة أنس برافو على بالك الواسع اللي شرحت لهم الحقيقة معناتها بطريقة يعني سهلة وسلسة ميرسي إن شاء الله نصور إن شاء الله شوية ومدام سونيا تبارتاجي لنا اليوم تاع الفورمز فورمز تاع الحضور عايشة مدام عايشة لكن يلزمنا حصة أخرى أكيد عطلتنا الانترنت بالحق ما الانترنت مش مستنسة تعملها فيها أكيد أكيد لازمنا حصة أخرى خاطر ما خدمناش الكودينج نحب نخدمه بروجي كامل يعني فيه المانيبولاسيون دي زوبجي وفيه زيادة الموفمان ما بين لسان كيفاش نتعدى من لسان لسان هذا هو يعني مرسي مدام سونيا مدام أنس وي مدام ريم تفضل عايشة مدام عطاوي عايشة كي متاع الماتير مش تبدل كولور تكليكي باغ اكزومبل اني لنا على البوردور متاع السياج انت عندك معناتها كرسي قدامك باش تبدلوا الماتير نتاعو سي سا اني عندي لي بلونت هذوك مو السياج نتاعها اون فير حاب نبدل السياج بكولور اخر لا فهمتك لحظه برك عم شو نقول لك مش ندخل الكلاس مش نفهمك لي بلانتا هذه لهنا اي تحي تذك انت شو اخترت اخترت انفيرونمون اون فير هاو اي انت كي كان تحب تنحي الانفيرونمون اون فير تكليكي لا كنت تحب تحط انفيرونمون كيما اللي خدمته مع الموسيقى التونسيه حطيت المارون هذا سي تان معناتها سي تان شوا تحب لي كولور ناتورال يقعدوا ترجع للكولور ناتورال فهمتك هذا تبع لوتي انفيرونمون انت اخترت الانفيرونمون اون فير دونك لو فير اون بو با لو موديفي دونك سي تان انت اللي اخترت صحيتك سي تان انفيرونمون فيرداتر فهمت فما حاجة ما وريتهاش وريتلكمش في الانفيرونمون هي ليماج دو سول ريتوها القاعة لهنا نجم نزيدها نجم نحط فيها تصويرة يعني سبيسز فوالا شفت التصويرة وريت في القاعة عندي في السول عندي تصويرة اهو كي نحي الكغي كي نحي الكغي تولي تعطي منظر تعطي منظر مزيان برشا شفتها حاجه زيد ما زلت ما قلت لكمش عليها معنا جست باش نتوما كي تبداو تتفاعلوا مع تلامذتكم تعرفوا توجهوهم شفتوا هذايا هو سيت ان اكزرسيس هاكا ريت فما شكون قاعد يحرك هي مدام ريم قاعده تحرك ولا نشوف فيها بصفه مباشره البارتاج نتاعي راهو افات مش نتاعها هي هي نشوف في خدمتها دونك لهنا ريتو الكونسيني نتاع الاكزرسيس التلميذ ينجم يرجع اتو مومون باش يقرا لي كونسيني اللي حطهم له لونسيون تاعو موجودين لهنا في وسط الاكزرسيس دونك فوالا
وي شكون عنده سؤال اخر حاجه اخرى الصون دو لاريير بلان نجم لاريير بلان نحط له ان صون نحط له غنايه نحط له حاجه دونك ندخل نسمع غنايه كما اللي كنتوا تسمعوا فيها من بكري هذو عملتهم صغيرات برشا هذه نجم نكبروها وي شكون عنده سؤال اخر دونك تخيلوا انتم الامبيانس اللي نجموا يعيشوا فيها التلامذه وهما يخدموا في un travail partagé مع بعضهم en temps réel يعني في نفس الوقت يتفاعلوا ويخدموا على بالطبيعة بروجي كومان مع بعضهم ميرسي مدام سلوى مدام سونيا على البارتاج دي ليان دونك عندكم الصفحة نتاعنا الشين يوتيوب باش تاخذوا منها التسجيلات عندنا الأكواد نتاعنا تنجموا تاخذوهم باش تحطوهم في الكونت مايكروسوفت نتاعكم شكون آخر عنده سؤال تساؤل ولا حاجة بالنسبة للحصة هذه أنا استوفيت مبدئيا الأهداف الحصة اللي هو كان التعريف بالواقع المعزز بصفة عامة والواقع الافتراضي والواقع المختلط وبصفة خاصة تطبيق الواقع المعزز باستعمال Co-Spaces وهو مش الأداة الوحيدة أما من أحسن الأدوات اللي نجمو نستعملوها في مثال تجسيد لزو فيه حيوانات وفيه زادة معناتها حركة فيه تفاعل وفيه تكست très bien شفنا كيفاش نجمو نعمل أكثر من سين حاجة واحدة كيفاش نعملو البارتاج معناتها كي نقول لو بارتاج نحكي على الكوميونيتي كوسبيس يعني كو سوسوا نجم بارتاجي اللي هذاك والا الكوسبيس هذاك يعني مع زملائي اترافير لي زوتي لي مويا العاديين الشات وغيره والا اي واحد يدخل على الكوسبيس ينجم ياخذ الكود نتاع البارتاج نتاعك ونجم يدخل على الكوسبيس اللي تاعك دونك انا جو فوز انفيتي الكوسبيس هذايا باش نعطيكم الكود نتاعو الكود دو بارتاج بارتاجي لو ليان شوفوا لهنا هذايا لو كود دو بارتاج دو مون كوسبيس نجم نعطيه لك اون كوير كود والا الكود هذايا نعطيك بارتاجي لو كود والا نعطيك ليان ديريكتومون اذا كان باش ناخذ البارتاج بار كود نعمل كيما هكا باش نمشي للنافيغاتور عادي معناها باش نخرج لهنا يقول لي انتري ان كود دو بارتاج نعطيه لهنا الكود نتاع الكوسبيس انا باش ندخل جوست نشوف الكوسبيس هذاك برك يعني ناخذ الكود وار الكوسبيس وكهو معناها لا عندي لا كونت لا عندي حتى شيء لهنا ديريكتومون نشوف الكوسبيس اللي بارتاجيت الكود نتاعو مدام مدام سونيا تنجم كانت تحب نسكروا البارتاج لونغيستريمون احنا سوفينا اهداف الحصه فوالا هذا هو الكوسبيس بارتاجي